سعيدة وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ويوم جديد من برنامج العودة إلى النملية. اليوم الخيار وقع على بلدة القرعون، إحدى أجمل البلدات اللبنانية والساحرة ببحيرتها المشهورة والمعروفة. عم بحكي طبعا عن بحيرة القرعون المسمات على اسم هالبلدة الجميلة يلي مليئة بالزراعات ومليئة بالشجر ومليئة بالمناظر الخلابة وبالناس الطيبين والكرماء يلي اليوم رح نختبر نحن وياهم ثقافة الماء يلي موجودة عندهم، مع أكتر من خيار رح يعرفون عليه. مع الحلقة رح نتعلم نحن وياكم أكتر من شغلة ورح نتعرف على أهل هالضيعة اللطيفين. لذلك احضروا الحلقة مثل ما بقلكم دايما من أولها لآخرها، إن شاء الله بتعجبكم. وصلنا على البقاع وعلى بلدة القرعون الأكثر من جميلة على هذا المطل، وأكيد عند أهل الكرم والضيافة الترويقة هي أساسية وضرورية ومفروضة. ممنوع الضيف لما يجي على القرعون ترويقته أو بأي وقت وصل بده يكون دايماً السفرة والطاولة راكبة قدامه، لأنه كلنا بنعرف عن أنه إذا بدنا نحكي عن الكرم بدنا نحكي عن البقاع وكيف إذا بغربه وببلدة القرعون بالذات. هلأ مساعدتي أو أنا رح كون مساعد أم محمد يلي رح تعرفنا على أكثر من شغلة مرتبطة جزء منهم بالترويقة وبثقافة المائدة القرعونية. خلينا نقول أم محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم بضيعتنا القرعون. شو هالضيعة الحلوة؟ أنت عيونك الحلوة صارت ضيعة حلوة بوجودك يا سيدة. خليلي ياكي الله يسلمك، وبوجود سيدات مثلك. شكرا. الله يخليكي ويطول بعمرك. محمد شو بدنا نعمل أنا وياك اليوم؟ بدنا نعمل كبة بطاطا عبارة عن برغل ناعم. نعم. بنسلق البطاطا قبل كل شيء، بنمعكها مع البرغل، بنحط شوية بهار بصلي ناي، وبنمعك البطاطا والبصل الناي والبهار والملح والبرغل الناعم. بنرجع بنعمل الحشوة. الحشوة أول شيء عبارة عن قوارمة بيتية وجوز بلدي ورمان بلدي، هاي أول حشوة. تاني حشوة لبن لبنة وبصل أخضر نعنع أخضر وقوارمة كمان بلدية. بلدي. طيب لقلكم يا جماعة، كل هيدي المكونات يلي محمد عم تحكي عنها هي من القرعون، يعني إذا كان على مستوى الزراعة إذا كان على مستوى المونة كله من، يعني مثلا رمان من القرعون، الجوز من القرعون، القوارمة معمولة بالقرعون وإلى آخره، النعنع وكله بالقرعون. هلأ هود محمد هيدي الكبة أنتم مشهورين فيها؟ إيه يعني أنتم بتعملوها بطريقتكم هون؟ إيه هيدي لقلكم يعني بدنا نتحدى صغرتها فيها لهيدي الكبة. بتحكم. طيب خلينا نبلش بالكبة لأنه كمان في شغلتين ثلاثة مشان ما ناخد من وقت كتير. هلأ أم محمد محضرت لنا من قبل بس قلنا نعمل هيك تطبيق صغير صح قدامكم. وبنحشي نعمل لها هيك علامة إنه هي بلبن وهذاك بجوز وقوارمة. كمان تتبيلات المنقيش الصاج اللي عندكم إياها هي تتبيلات مميزة كمان تعملوها بطريقتكم هون بلدي. بلدي. هاي البقلي. إيه. بنحط لها بندورة وبصل وسماء مطحون وزيت زيتون كله بلدي. زيت زيتون وملح وشوية بهار. عظيم. هاي البقلي. هاي بطاطا مبروشة. بصلي قوارمة كمان بلدية وسماء ونتفة بهار وملح. اوكي البطاطا المبروشة بتسلقوها قبل؟ لا لا لا, لا, لا. زي ما هي مبروشة مثل ما هي ناية. وهذا الكشك كشك بندورة فلافلة وزيت زيتون لونه بشخي وبنحط لبن رايب لحتى تظل نكهته في وشوية ملح. اوكي هاي حشوة اللي... اخر شغله بدنا نعملها ام محمد انا وياكي القوارمة مع البيض. هلا شغله ثالثه مشاهدينا اليوم جبنا لكم مفاجاه معنا بيضة نعام هدون اياها، وهون تحيه لشادي وهادي خداج الاخوين خداج يلي جابوا لي هيدي نعامه، بيضة نعامه مش نعامه. هيدي البيضه في كذا مزرعه نعام بلبنان وبالقرعون كمان في مزرعه يوجد فيها نعام. هيدي البيضه يقدر ثمنها بين 70 ل 100 دولار. ثاني شغله فوائدها كثير مهمه قد البيض البلدي واكثر كمان. شغله ثالثه محمد بيضه وقوارمه، كمان القوارمه معمولين بدقيق
الدنيا أبدا. صحيح. طيب محمد شكرا كثير لك. عم نجرب نحن بالضيعة، بدنا نمرق على أكثر محل وعلى أكثر من نقطة، نسلم على قد ما فينا من الأشخاص وأصحاب المواهب والإيدين السحريات مثل إيديك. سلم دياتك. إسلام الله خلي لنا إياك، وأهلا وسهلا فيك. أم محمد هلأ بدها تشتغل هي وبعض المساعدين لها، بدنا نعمل كم منقوشة ساج، بدنا نعمل هالكبيات، بدها على الفحم دخلك أم محمد. أكيد هي المنقل جاهز. أوكي يعني. وبدنا كمان نقعد نعمل تذوق ترويقة، تذوق للترويقة، فخليكم معنا. الصبحية اليوم غير شكل والترويقة أكيد غير شكل. هيدي الضيعة يلي كنت عم خبرهم من قبل شوي للشباب الموجودين ولكل يلي التقيت فيهم لحد هلأ بهالضيعة الكريمة، إنه الأرعون مرتبطة بطفولتي. كانوا أهلي من نحن وصغار نجي على البقاع الغربي، هيدي من أجمل مناطق ومرتبطة، مرتبط جمالها وقدسيتها عندي بطفولتي، لذلك هالقد أهميتها كبيرة عندي. وأنا مبسوط كتير اليوم أني موجود على جنب هالبحيرة يلي بتذكرها كتير منيح أنا وأهلي من وقت كنت طفل. على كل، بدنا نسلم على كل الشباب، بدنا نرحب بالرئيس يحيى ظاهر مع احترامنا لكل الشباب الباقيين. أستاذ يحيى أهلا وسهلا فيك، حضرتك رئيس البلدية. بعرف أنه الأرعون من أكثر البلديات بلبنان يلي اسمها طنان. صحيح. من وراء البحيرة الشهيرة بلبنان يلي هي طبعاً أكبر بحيرة موجودة بلبنان والصناعية هي. صحيح. خبرنا أكثر عن القرعون، عن نشأتها، بديتها، ناسا، زراعتها إلى آخره. يعني الأرعون هي ضيعة قديمة مثل ما ذكرت، وكان أهلية متعاملين يعيشوا على التلال، فالتلال بتاخد أسماء أسماء مدن صغيرة، كان عينك فرملاب، عين المزرعة، الخربي، كل هالمناطق هاي كان كلها مناطق مأهولة، ولكن عند ازدياد عدد السكان بلش الناس تنزل باتجاه البحيرة. الأرعون مشهورة ببحيرتها على المستوى مش المحلي العربي والعالمي. بحيرة الأرعون كانت منتجع بالأساس، وكان يصير فيها مباريات للألعاب المائية على بحيرة الأرعون بالسبعينات. كما أنه بحيرة الأرعون فيها خزان من الثروة السمكية الهائل اللي بيعتاج منها ما يزيد عن 100 عائلة، كان من بلدة القرعون أو من القرى المجاورة للأرعون. ورغم كل هي الأرعون تظل تمتاز بجمالها الخلاب، وأنا معتبرها من أجمل القرى لبنان، أو هي أجمل القرى لبنان على وجه الأرض. وصحيح فيها تلوث شوي، بس بفصل الشتاء نتيجة الأمطار الغزير اللي بتجي بتخفف من هذه الحدي، وبتشوف إنه الحمد لله. لا صراحة كمنظر ما بدل على تلو أو روايح أو حسينا في حشرات. صحيح. زيادة أو في شيء مش طبيعي. صحيح. للأمانة مشان كمان ما قصة التلوث زيادة، إنه دايما ضجة تلوث كمان بعدها بدها شغل. ما عم أقول ما بدها شغل. إنعاش السياحة البيئية بمنطقة الأرعون، عندنا عدة مشاريع بتقوم فيها البلدية. عظيم. بالشق الزراعي رئيس، شو القرعون عم شوف فيه تنوع؟ يعني عم شوف صنوبر، شفت زيتون، شفت يعني بالبقاع مش دايما نشوفهم هاي وين مكان بتضيع، يعني تنوع قصدي. صح. بالشجرية. صحيح. هي الأرعون واسمها الأرعون بيقولوا بيرجع للأرعون، لللوز الأخضر. كانت الأرعون مشهورة باللوزيات سابقا، بالإضافة إلى العنب والكرمي، وحاليا بأشجار الزيتون. أو في عندنا محميات صنوبر مثمر على ضفاف بحيرة الأرعون، وبدأنا نحن كبلدية بزراعة الصنوبر المثمر منذ عدة سنوات. لحد تاريخ اليوم صرنا زارعين بحدود 150 هكتار من الصنوبر المثمر والأشجار الحرجي في القرعون. يا طيب، شو رأيك هلأ نكلنا لقمة؟ يلا حكينا اللي بدنا نحكي. بسم الله. بدنا نبلش، بدي ذوق الكشك. يلا تفضلوا يا شباب. والله أو يلا يعني بدنا ندوق بس. بلش بالكشك. انا بدي اضرب هنا. ما جيده كبه كن. اوه هودي الكشكات رائعين اصلا. بستحلي شي مره اكل كشك بالبقاع يطلع مش طيب. الكبه لأم محمد لانه الرئيس ضاقه سبقنا عليها. شباب تفضلوا، هيدي بحدد فيها أم محمد صغارتها، لانه هي كمان على الفحم بتنعمل. هاي بقوارمه
هاي بلبني، لبني القمر. هيدي كبة البطاطا ممتازة. احنا بنشجع الناس يزوروا سد القرعون وبحيرة القرعون، شوفوا هول الكيوسكات الحلوة هون اللي انجزت تقريبا بال 2016 على ضفاف بحيرة القرعون. شوف التمشية قديش حلوة، ان كان على 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 السد او على منطقة القناة 900، شايف هالشجرية الحلوة فوق بطول 6-7 كيلومتر. الناس بتتمشى غيبة الشمس او بعد اذان الصبح، تحب التمشية فوق على الهواء الطيب والنقي. وهيدي اللبنة بالقوارمة كتير طيبين اثنيناتهم ممتازين، بس اللبنة مع الكبة البطاطا طالعة تعقد تاخد العقل. جماعة شكرا على استضافتكم لقلنا اليوم. ريس شكرا كتير لقلك كل التوفيق، على أمل هيك نكون مرقنا وفرجينا صورة هيك سريعة بعرف، بس ولكن حلوة عن منطقتكم، مع كل أمنياتنا بالتطور الدائم لأنه بتستاهلوا ولأنه أدى وقدود. اسم الله عليكم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، خليكم معنا مكملين. عملنا كزدورة بين غابة سنوبر زرعت سنة 2000، هلأ نحن 2024، 24 سنة على ضفاف دغري بحيرة القرعون. بدي أقول لكم من يعني أجمل، ما بدي أقول عنها محمية لأنه مش معمولة محمية، يا ريت معمولة محمية هذه المنطقة لتكون فيها ناس أكتر، يكون فيها هيك نضارة أكتر. خلينا نقول من أجمل الغابات الزغطورة يلي موجودة بلبنان، ومثل ما قلت لكم الأجمل ما فيها أنه دغري هي على ضفة بحيرة القرعون. ليه جيت لهون؟ جيت لنجي على أفير، ودايما موضوع إنتاج العسل والعسل هو موضوع جدلي كبير، وكل حدا عنده نظريته وكل نحال عنده طريقته، صح ولا لا إلي؟ مزبوط. صح؟ صح. خلينا نحكي عن القرعون. حضرتك أنت كنت، خليني خبر عن قصتك بالأول. أنا كنت أستاذ، معش فيني بين الأستاذي والنحل، تركت الأستاذي ولحقت النحل. فضلت النحل. طيب خلينا نفوت بصلب الموضوع مشان ما دايما نقاش في أكثر من شغلة. النحل مغشوش، أداي الأفير بيعمل، العكبر، البولين، الكميات يلي موجودة بلبنان هي أكثر من ما معقول النحل أنه ينتج. خلينا نبلش وحدة وحدة. يعني الأفير بيعتمد مثلا على الطبيعة، يعني هي مثلا ركائز النحل هي نحل ونحال وطبيعة. إن الطبيعة هي المصدر الأساسي. نعم. يعني مثلا نحن وقت تكون الطبيعة وحسب الطقس والمناخ وهل الزهرة عاد تفرز، بتعطي مرات يمكن بيصل كمية العسل بالأفير لفوق 20-25 مرات، بيوصل هالقد بدون كاندي وبدون سكر؟ لا طبعا، انت بكون بفترة الشتاء مجهز، يعني الكاندي هي كناية عن السكر، وهذا لحتى جايش هالنحل اللي حتى يوصل، بس يوصل يعني هي الزهرة بفترة بتلقى 10-15 يوم أو أقل وبتنتهي. يعني أنت مثلا عندك مثلا أفير 5000 نحلة، مش مثل الأفير اللي فيه 60,000 نحلة. يعني 5000 بيجيبوا لك كيلو عسل، بينما 60,000 بيجيبوا لك 20-30 كيلو. عشرت يكون المناخ مسائب لهال، يعني مثلا السنة عنا مثلا يعني بفترة الربيعية كانت يعني المناخ لعب دور كتير بين ساقعة وشوب، النحل ما استفادش من رحيق الأزهار. يعني حتى مثلا قصة على أحراش السنديان كمان النحل ما استفادش بين حرارة عالية وواطية كمان ما عاش. يعني هالندوة العسلية اللي بقى تفرز مثلا على السنديان ما فرزتش، ما استفادش من النحل. يعني بقى مثلا يعمل معدله بين 10-15 ومرات أكثر. قلت لي في أفران عملوا لك 2 طن سنة الماضية، هالسنة بعد الأفير يعني من سنتين مثلا بقى 20 كيلو معدل، والسنة يعني زيرو السنة هلا لحد صفر. صفر. يعني أنا مبارح جبت نقلة
يعني جرام قبل ايش بالاخير. جاوبتني، كنت بدي اسالك طقس السنه اذا قد ايه كان عامل مؤثر ايجابا ولا سلبا، وصل لي الجواب قبل ما نبلش. طيب شغله ثانيه خلينا عم اقول لك مشان ما هيدا البولن كمان نفس الشيء، كميات البولن يعني موجوده، البولن يعني هودي هذا البولن اوكي ليلي ما مذكر مشاهدينا بنحط له مصايد بفتره الربيع او اللي يطلع الربيع. هيدي هاي المصيده؟ لا هاي غير هذيك النحل بيدخل من الافير وبيطلع كله النحلي اسم بتعلق باجره هاي دخلها بالضبط اسم بيضل له واسم بينزل مصير. طيب بيقولوا انه الكميات من هيدي هي اكبر من ما ممكن انه ينتج النحل السنه مثلا بالنسبه للبولين كان كميات كبيره انه نقفش راحوا هيك النحل بيصير يجيب الحب واللقاح اكثر يعني كان كميات يعني مثلا فيك الافير مرات عمل 7-8 كيلو مثل هيك افير واحد معقول يعمل 7-8 كيلو كان كميات كبيره اوكي واوقات بيبقى اقل اوقات حسب اليوم بس السنه كانت الازهار الرحيق ما فيش بس كانت البولين يعني كان موجود كثير عظيم. شغلي النقاش الاكبر اخر فتره بالبلد العكبر، هيدا العكبر هيدا العكبر الاصلي. هلا انتم بتشوفوه وقت صار في نقاش كثير كبير بالبلد وجدل عن هيدي العكبر السائل صحيح؟ صحيح وقالوا في غش كثير وانسحب اعداد الاف من الانان الصغار هيك الامان لان هي كانت مش باسس علميه يعني تقريبا من اب وطلوع بلش الدنيا بلش النحل يجهز حاله لحتى نحن بنحط هذا على وجه الافير بصير بده يقفل كل هاي بده يصير بنخلي له ممر هواء بصير يفوت الهواء مطرح ممر الهواء بصير النحل تجي تجيب العكبر وهي كنايه عن صموخ ومع النحل بيعملها بيسكر ولكن كميات العكبر هي قليله اجمالا مقارنه يعني معك بالضبط يعني مثلا هي مثلا بيطلع في كميه يعني لا تتجاوز مثلا اقل من 100 جرام اقل هيدا كله اقل من 100 جرام واقل كمان ومعقول تعبي ممكن تعبي ممكن لا ممكن ولا لا حسب كمان حسب يعني حسب قوت النحله بترجع يعني اذا كانت نحله ضعيفه بتعملش اذا كانت نحله قويه هي اللي بتسكر اوكي هاي حلوه اليوم تعلمناها زياده عن العكبر فرجيناكم العكبر على الاصول كيف بيكون اللي هو ماده صمغيه اصلا ايه هات لنحط نفضي ايه شوي شوي هنا هي شايلينه عن شوفوا كيف هيدا العكبر هو صمغ هي بتشيله وبتحوله كمان يعني بتشيله من الصموغ وبتحوله كرمال تسد الثغور مشان ما يفوت هواء على الافير ما تفوت سقعه على الافير للتطهير ولتطهير الافير ها كرمال الملكي ولتطهير كمان النحله بيقولوا انه حتى بتفوت مسح اجريها لما بدها تفوت بتمسح اجريها بالعكبر مشان هيك كثير 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 مفيد للصحه العكبر وكثير ماده مهمه مذكرين القرص عني والمشي الاعشاب البريه اللي بنكلها هذا العسل والدردار والدردار وغيره هلا هيد هديك بموسم اول ربيع والشتاء منكلون اعشاب بري صح هلا وقت صيف الدنيا شو بيتحولوا لاشواك بعطيكم مثال هلا هيدي قرص عني دخلت هي قرص عني هي قرص عني هيدي صارت لك صارت القرص عني هي مزاهر ها هذا مزاهر يعني هي بيعمل النحل وقت اللي بيجي طقس مزبوط بيعمل كميات يعني كمان صح هيك بتصير القرص عني وبتكبر الشوكه منيح لا لا هي ما عادش تكبر هاي الزهر عندكم هاي الزهر محلات ثانيه بتكبر بالجبل عندنا بتكبر بعلاي والشوف بتكبر اوكي فكمان القرص عني كثير مفيده ومهمه لسبب لانه النحل هلا بيستعملها وبيطلع لنا مثل ما قلت لكم هيدا العسل عسل الشوكيات يلي بيبقى بشمع يعني مشان هيدي كمان في ناس فكروا اذا شمع مش منيح العسل او بالعكس هو وقت العسل هو بيكون مثلا سايل مثلا هذا العسل هو وقت نقطفه بيكون بهاللون بس يقرب الشتاء بيسقع طبعا هاي شيء كيميائي بين الفلكتوز والجلوكوز كل ما قرب الشتاء ببلش يسجل هاي انتبهوا عسل الشوك عم نحكي عنه عسل الاشواك لسه بيوصل بس يمرق الشتاء يعني هو تحت ال 17 درجه ببلش يجمد يعني بده يضل مثلا فوق ال 17 حاطه بجيب ما بيجمدش بس نحن طبعا منطقتنا ساقعه بتضلش الحراره مرات توصل للصفر او شغله وخلال الفتره بده فتره طويله بيوصل بيصير بهال عسل السنديان بضل مثل ما هو سائل لونه غامق السنديان وين انا مش حامل السنديان لا عفوا لانه هلا بنخبركم قصتها هذا عسل السنديان دائما وقت يكون لونه هالقد غامق العسل بيكون عسل من المن لانه بالضبط النحل بياكل المنات بياخذ المنات فمشان هيك بيتحول لونه لهيك وبيبقى سائل هيك الشغله الاخيره هي عسل الربيع عسل الحمض زهر الليمون والافوكا هلا كان عم بيقول لي كان يبقى يكون افتح لونه الي ولكن هلا لانه في كثير مزارعين عم يستبدلوا
شجر الليمون بشجر الأفوكا، صار النحل عم ياخد من اثنين، صار عم يغمق شوي لونه بس بيضلوا طبعا أفتح من وفي طعمة الليمون في بعد في طعمة الليمون وكمان بيضلوا سائل. ايه لا كمان بيجامد بيجمد بس انه نحن هلا بالشبقان نسيت لكم نحن اليوم باسبوع شوبات 41 درجه الحراره عم نصور لكم بس يجمد هيك كمان بصير هيك لما يجمد عظيم. يلا خلينا ندوق. ليش يلا هي السنديان السنديان يا اخ اذا في شيء بشهي بالحياه اكثر من العسل ساعة الشوب سائل كثير طعمته ممتازة. سؤال أخير بقولوا المغشوش كمان طعمته بتكون منيحة كمان بيمروا على المختبر بيكونوا منيح وكل شيء صح؟ مزبوط لأنه اليوم هاي يعني لازم يعرفوها كل المستهلكين بده يشتري عسل يشتري من نحال يعرفوا وثق منه لأنه اليوم صار أونلاين خبرنا خبريت الأونلاين قبل ما نخلص مثلا بيحطون على الأونلاين مثلا كل 2 كيلو سنديان مثل هي 15 دولار حاطينه واصل لعندك يعني السنة إذا بالجمل 25 دولار قبل تلاقيهوش إذا كان يعني 25 مزبوط. دولار كتير قليل دايما بقلكم أنه ما تسترخصوا بقصة العسل أبدا أبدا. إلي تانكو كتير كلك زوق وموفق وإن شاء الله يكون موسم حلو عليك يا رب. بعرف ألا تقليعته كانت سايقة بس إن شاء الله شكرا لك وشكرا للجديد شكرا أستاذ عمر والشبيب. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا كمان مكملين معكم. نعرفكم على السيدة الجميلة سيدة سوسن محمود يلي بلشت قصتها قلت لي مع المكدوس. مزبوط لا بلشت قصتك مع المكدوس يعني عنا بالضيعة ما في كان مكبس ليعصر المية للمكدوس فأنا ابتكرته وبلشت فيه. أنا عندي خبرة بالموني بيتية وبلشت من هون شغلي ورا شغلي خبريه شغلي ورا شغلي مع موني الضيعه كلها تبعني شغلي ورا شغلي اوكي من كم سنه هيدا عم نحكي هالكلام يعني من 4 سنين يعني وقت الكورونا وما الكورونا أيوة. كمان شفتوا عين جديده من الاشخاص يلي شوفوا اوقات قد ايه الكورونا كانت صعبه وسيئه علينا ولكن خلقت فرص جديده عند الاشخاص بسبب القعده بالبيت وبسبب قله فرص العمل والتحرك بيناتها انه صار في ناس عملوا بزنس من وراء هذا الموضوع مثل حضرتك المكدوس وغيره. طيب رح نمرق مرقة سريعة أنا وياك ست ساوثان تفضل قدامي بليز. زيتون هذا زيتون؟ لا هذا مش زيتون هذا نحن عاملينه حزورة حزورة آه والله حزورة حزير خد مرتبين حزير خد مش عنب معقولة قرع؟ كحيت مخلل بندورة كرزية مخلل بندورة الكرزية ايه بس كبير البندورة مشان هيك بتغش لذيذ الخبرية ما ربحنا للمرطبان مربى الفريز كمان مربى شغل الفريز. ايدي مربيات الكبيس على انواعه كبيس اللفت كبيس الخيار كمان الصوص الحلو والحار بس الحلو خالص الفلايف بعد ما اجى الموسم اوكي ايه هيك كمان شغل ايدي اللوز. وكمان مشهورة فيه والله هذا ايه انتم بالبقاع على كل حال كلنا حلقه اطيب من التانية هيدي اللي بيعملوها مناقيش ايه هيدي ايه عظيم نكمل بنكمل بنكمل كبيس وكمان ورق العنب اللي انا مشهوره فيه بالضيعه بيطبخوا تحكي بكل سقف الصوت طيب عظيم البندوره صوص البيتزا لا المكدوس المكدوس شو بيميز مكدوساتك عن اكسترا حشوي طعمي طيبه مكدوسات حلوين هيك زغافير ايه. عظيم ست سوسن يعني هيك قلنا نمرق نقول لك مرحبا نخبر عنك تعرفوا عليك المشاهدين ببلدة فرعون شكرا لك مشاهدينا هلا بدنا ننتقل للمرحلة الأخيرة من حلقتنا خليكم معنا
احدى العينات كمان اللي ضروري نفرجيكم عليها ببلده القرعون هي كمان تربيه المواشي اللي مهم كتير واللي هي جزء من ثقافه اهل البقاع بشكل عام واهل منطقه القرعون طبعا بشكل خاص. جينا في هون تقريبا حوالي 1200 دجاجه، بس قبل بدي اعرفكم على استاذ خليل دباجة يلي هيك نعمل كزدور انا وياك. اهلا وسهلا بالقرعون، اهلا وسهلا فيكم. خلينا نعمل كزدوره وبدي اطلع انا وياك كمان نعمل هيك بهالمزرعه الحلوه. هون في حوالي 1200 دجاجه، في غنم، في بقر، مشروع كامل متكامل، حتى قلت لي في حجال ممنوع كمان عنده حاجه عند هيدي هون المزرعه لاحد اقاربي. نعم. كمان كان بالاغتراب، اجى من كم سنه وفتح مشاريع منا تربيه المواشي وتربيه الدواجن. ومن سنتين كان عنده 1000 طير حجل فلتهم بالطبيعه منشان يعني فلتهم بجبل منشان يرجع الدورة الطبيعية. كمل معي خليل، هلا جينا قلنا مرحبا للدجاجات. ما بعرف على فكره الدجاجات كيف عايشين بهيدي الحراره اللي نحن موجودين فيها. مثل ما شايفين مشاهدينا عم يلزقوا بالحائط قد ما في حراره اليوم. درجات الحراره استثنائيه حاليا. يلا تفضل. كمان جينا على البقاع بدون ما ينذبح خروف وبدون المشاوي ما تركب ما زبط. نحن على نطل من هون تقريبا على اي ارتفاع نحن خلينا؟ في هون بحدود ال 1150 متر عن سطح الارض. المنظر يعني كل هاي المنطقه اللي قلت لكم بحبها كثير وبموت فيها بلبنان، بقاع الغربي مطل عليها من زاويه، من الزاويه للزاويه، صح ولا لا؟ على السلسله الغربيه نحن عم نحكي. هلا المهم خلينا نكمل. انا وياك خليل. خليل انت كنت عايش بالبرازيل أكيد. وانت لبناني إيه. يعني لازم تكون معلوماتك باللحمه غير 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 شكل. خلينا نبلش. هودي الحبوب الكبار شو؟ هودي بيشيلوها من ضلع العجل. هيدي من ضلع العجل، هاي بيشيلوها من هاي الانجوس. العجل بيقولوا له انجوس بس هيدي بسموها بيقولولا بالبرازيل بيكانيا. كل الواحد كان عايش بالبرازيل او بامريكا اللاتينيه بيعرف شو معناتها بيكانيا. هاي البيكانيا قطع تاني بيشبهوا بعضهم بيبقوا بطرف الخلفي للعجل. حد الدنب هيدي بيبقوا طرايا كتير وطعمتها مميزه. فعشان هيك يعني بس يعزمك واحد برازيلي مشان ضيفك ويعدك انك ضيف ويكرمك فبيطلع بيشوي لك بيطلب لك هيدي النوع من اللحم اللي بيقولوا له بيكانيا. وهيدي الضلعه كمان بيعملوها كمان هوني اللبناني هوني لحم الغنم يعني المشهور والمعروف معروف. وهذا هي الملك المشاوي قاعد حدنا نحن بضيافه الاستاذ هايل خليل. تعال نكزر انا وياك نفرجي. شوفوا لي هالمنظر. تفضلوا لك ملا منظر لك شو حلو. كان رئيس البلدية قال لي انه القرعون مرتبطة بالقرعون. شوف اللوز، انا مليانة لوز تحتنا. القرعون معروفة بزراعة اللوزيات ان كان من لوز ولا من كذا، من كرز ولا مشمش، مشهورة فيها. والقرعون بيقولوا سميت بلدة القرعون نسبة للنوع اللوز، نوع اللوز القرعون القرعوني المعروف. وهلا كمان فات بلشت زراعة الزيتون عنا، عبي زراعة الزيتون على غير زراعة اللوزيات عنا بالضيعة. بس يعني عم بتطلع عم شوف بالضيعة مقارنة مثلا مع جب جنين، مع المناطق الثانيه ما عم شوف سهول قمح، ما عم شوف سهول يعني زراعات اكثر شجريه. صحيح احنا من 40 50 سنه كنا مثل سهل جب جنين، كان عندنا سهل. ثاني شغله نحن خسرنا 7000 دلم ارض، هذا كان كله ينزرع قمح يعني حبوب. بس عملوا سد القرعون والبحيره، البحيره اخذت 7000 دلم من عندنا من الارض، فنقصت عندنا ارض زراعيه للحبوب. فالكثار من المزارعين
لجأوا لزراعة الأشجار المشمرة، ومثل ما قلت لك زرعوا الزيتون وعم نزرع اللوزيات بكل أنواع، عن كرز ولا مشمش ولا خوخ، كمان اتجهوا وعندنا زراعة العنب كمان. الأرعون بقت مشهورة كمان بزراعة زراعة العنب، نوع العنب بالأرعون نوعيته كان يعني معروف بعدة مناطق. سؤال، هذه بحيرة أرعون كم بلدة في حواليها؟ كذا بلدة صحيح؟ يعني لا سميت على بلدتكم عشان 80% إذا مش أكثر من أراضي البحيرة، ما بقول لك من أراضي، هي أراضي تابعة للأرعون المساحة تابعة مساحتها عقاريا تابعة لأرض الأرعون. جماعة بحيرة الأرعون 12000 متر مربع، 120 مليون متر مكعب، 240 مليون متر مكعب، 240 مليون متر مكعب، متر مكعب من المياه، بيوصل بمحلات العمق فيها ل 60 متر، بحيرات ساحرة صراحة وجميلة جدا. شو بدي أقول لكم، عن جد ساحر 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 من هون الفيو المنظر. على كل المشاهدين نحن قربنا نختم، خليكم معنا، بدنا نساعد الشباب هلا بالمشاوي ونتكتك شوي نحن وياهم، ناكل لقمه ونختم نحن وياكم الحلقه. شوفوا لي هالشيش، هيدا الغنم الغير شكل، غنم بلدي من البقاع، عم نشتغل لقلنا وللشباب أحلى مشاوي. وهودي البيكانيا قلنا البرازيلية، هيدي لحمة أجنبية مش موجودة عنا بلبنان، هي من أنسى نوع من الأبقار، كمان مناطق معينة، منطقة معينة بجسم البقرة بيشلوها، بتكون هيك مدهنة وبتكون طرية كتير، صاروا على الآخر. وهيدا ريش الأنجس، الأنجس الشهيرة، بقى هو الريش هودي كلهم بيبقوا فيه الدهن، شالوا اللحمة الشباب، بلشوا شايل باللحمة. على كل هيدا يعني عين صغيرة من المشاوي يلي بتنعمل بهيدا المنظر الرائع الرهيب، بتنعمل بطريقة دورية. تعرفوا نحن اللبنانيين بنحب كتير المشاوي، فكيف إذا كانت كمان منكهة باللحومات الأجنبية من البرازيل غير شكل. عشان هيك بدنا نفوت ناكل، حان وقت الاكل، جعنا. على امل تكون عجبتكم الحلقه، هيدا كان مشوارنا على بلده القرعون، بنشوفكم بالحلقات المقبله، باي باي.